شوميشة الشافعي المعروفة عند المغاربة باسم شوميشة شهرت برنامجها شيوات شوميشة على القناة الثانية دوزين، وبسبب ملامحها المبتسمة دائما والبساطة ديالها في تقديم الوصفات قدرت بسهولة تدخل قلوب كل مغاربة وتولي شخصية محبوبة عند الجميع. تزادت شوميشة سنة 1972 في منطقة سيدي حجاج نواحي سطات. شوميشة تزوجت في سن مبكر، فهي تزوجت وعمرها 18 سنة. أما عن مستواها الدراسي فشوميشة حاصلة على دبلوم في الإشهار والتسويق والاتصال، وكان مسارها قبل ذلك مسار علمي تخصص كيمياء. بداية شوميشة في ميدان الشغل كانت بعيدة على مجال الطبخ. في 1992 خدمت في إحدى الشركات ديال الإنتاج، وكانت مهمتها هي خلق وإبداع ملابس الأفلام، وخدمت كذلك في الدبلجة وبالضبط في الإشهارات. كانت لشوميشة تجربة في عالم التمثيل كذلك، ومثلت في سيتكوم بعنوان سفيان مع الممثل رشيد الوالي. في أواخر التسعينات ومطلع 2000 غتدخل شوميشة لعالم تقديم البرامج، وغيكون تخصصها هو الطبخ، وقدمت أول برامجها واللي تسمى على اسمها شهيوات شوميشة، برنامج يومي المدة ديالو 13 دقيقة من الاثنين للجمعة اللي كتقدم فيه شوميشة للمتابعين وصفات متنوعة. البرنامج حقق نجاح مهم خصوصا عند فئة النساء اللي كانوا متبعينه باستمرار. من بعد نجاح برنامج شهيوات شوميشة غتقرر شوميشة إنتاج فكرة جديدة، ولكن ما غتخرجش من عالم الطبخ، وهنا غتجي فكرة برنامج أسبوعي كل يوم سبت واللي تطلق عليه اسم شهيوات بلادي، واللي كانت كتقوم فيه بجولات في مختلف مناطق المغرب، كتسافر فيه وكتلقى بناس محترفين في عالم الطبخ خصوصا الأطباق التقليدية المغربية اللي كتختلف من منطقة الأخرى. البرنامج هو الآخر ألقى نجاح كبير ونسب متابعة مهمة جدا. استمرت شوميشة حتى 2014 من اللي قررت دوزين توقف البرنامج بسبب الأزمة المالية، وبأن البرنامج كان كيكلف القناة ميزانية مهمة. ولكن هادشي ما وقفش في طريق شوميشة، وكانت عازمة تكمل طريق النجاح. عزيمة شوميشة ما خلتهاش تبقى مقتصرة على تقديم البرامج فقط، ولكن قررت تدخل عالم الكتابة والتأليف، وألفت العديد من الكتب المختصة في مجال الطبخ واللي كتحدث فيها على خصوصيات الوصفات المغربية. من بعد نجاحها في مجال الطبخ كواحدة من أشهر الطباخات على المستوى المحلي والعالمي، حصلت على شهادة تقديرية ومنحة للدراسة بأكاديمية الطبخ الفرنسي كوردون بلو. شوميشة غتوصل شهرتها للعالم وشهرة برنامجها كذلك. فنظرا لنجاح برنامج شهيوات شوميشة قررت قناة بابل تي في الإيطالية إعادة بث البرنامج بنسخة مترجمة سنة 2012 تحت اسم لا كوتشينا دي شوميشة. شوميشة قدمت كذلك برنامج بالفرنسية بعنوان لا كويزين دو شوميشة اللي تم بثه على قناة كويزين بلوس اللي هي فرع من مجموعة كانال بلوس. إضافة لهذا الشيء فشوميشة كانت عضو لجنة التحكيم في العديد من البرامج ديال الطبخ، وحصلت كذلك على الكثير من الجوائز، وفي 2005 تم اختيارها من بين أكثر 10 أشخاص شهرة في المغرب. وبعيدا على الطبخ والشهرة والتلفزيون، فشوميشة عندها هواية اللي نادرا ما كتكون عند النجوم والشخصيات المشهورة، وهذه الهواية هي رياضة الملاكمة. وكتقول شوميشة أنها كتفتخر بهذه الرياضة وبأنها كتساعدها باش تحيد التوتر. شوميشة إذن هي نموذج للشخصية المحترمة والناجحة وصاحبة العزيمة القوية